اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الوصفه السوليه في فك الطلاسم العشريه، لكن يوم الخميس ان شاء الله في استاد الماكس في الاسكندريه، وانا مش عارف اخواتنا في اسكندريه هي الايام ديت نوت ايه بقى، احدى النوات هي ايه بالظبط، لكن المؤكد انه في امطار شديده جدا، في اثاره بالغه جدا في مباراه الاهلي والاسماعيلي. المباراه في الاصل وتاريخيا منظوره للاثاره، الاهلي والاسماعيلي مباراه اتعملت عشان تبقى فيها اثاره ومتعه وغالبا اهداف كتيره. الاسماعيلي بيخوضها دايما وابدا بكبرياء الدراويش، مش هيدافع الدفاعات المستميته والمحكمه، بيلعب كوره فبيدي فرصه، انت بتستمتع والاهلي بيستمتع وهو كمان بيمتع الناس. في النهايه مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراه منظوره دايما وابدا للمتعه، عشان كده يمكن الارقام القياسيه التاريخيه كانت معظمها في لقاءات الاهلي والاسماعيلي. لما يتقال ان الاهلي كسب الاسماعيلي 8، كابتن صالح عليه رحمه الله سجل 7 اهداف، فاصبح الرقم القياسي للاعب سجل 7 اهداف وجت ضربه جزاء ده للكابتن طارق ما شطاش هو بالظبط، بقت الرقم القياسي للاعب في مباراه واحده كانت في مباراه الاهلي والاسماعيلي. الاهلي كسب الاسماعيلي في الاسماعيليه 6 مره و2، الاسماعيلي كسب الاهلي في القاهره 3. الاهلي والاسماعيلي مع بعض عملوا امتع مباريات الكره المصريه في تاريخ 4-4، دي 4-4 2001 في اجماع الكابتن محسن صالح اللي كان بيقود الاسماعيلي وقتها ومانويل جوزيه المدير الفني للاهلي وقتها، الاثنين اجمعهم على انه دي اسرع مباراه واكثر مباراه الناس استمتعت فيها باثاره شديده جدا لغايه الثواني الاخيره، مؤثره في الدوري بشكل مباشر. يعني الاسماعيلي اخذ الدوري في هذا الموسم بسبب هذه المباراه، لا لو كان كسب كانت الدنيا اختلفت جدا. ده الاهلي والاسماعيلي، هي مباراه دايما وابدا مرصوده بالاثاره ودايما وابدا مفعمه بالنديه الشديده. هذه المره الاهلي بيخوض مباراه الخميس وهو متصدر عنده 18 نقطه، والاسماعيلي عنده 13 نقطه، بينهم 5 نقاط. الفرقتين لعبوا في بطوله الدوري 115 مباراه. الاهلي فاز 59 مره، الاسماعيلي فاز 22 مره، وتعادلوا 34 مره. هنا النديه واضحه، يعني انت اتعادلوا 34 والاهلي كسب 59 والاسماعيلي كسب 22. طول عمر الفريق الاسماعيلي فريق محترم وفريق له طابع في لعبه، وزي ما انت بتقول هو الناس بتعتبر اللقاء قمه حقيقي يعني. لكن كمان عشان كده، عشان هذه النديه، هذه الاثاره، هذه التنافسيه، عشان كل البطولات اللي خدها الاسماعيلي كانت في مواجهه مع النادي الاهلي. بالظبط، في الدوري او في الكاس. كلها كانت مواجهه مع النادي الاهلي. فالحساسيه جايه من هنا، لكن البعض استثمر هذا انه يخلق اكاذيب ويخلق فتن ويخلق مشاكل، زي بالظبط دلوقتي مساله انك بيلعبوا فين؟ اللعب فين؟ طيب ما كويس، هل الاهلي بيلعب على ملعبه؟ وماله؟ ما الاسماعيلي عايز يلعب على ملعبه؟ لا كمان يتقال لك ايه؟ هو الاهلي ليه ما بيروحش الاسماعيليه؟ الله، طب هو الاسماعيلي ما بيجيش القاهره؟ يعني انتوا الاهلي ليه ما بيروحش بورسعيد؟ طب ما هو المصري ما بيجيش القاهره. بلاش ديت، خلينا في النهارده تحديدا يوم الاثنين، عشان هي بس لما تبقى في دواعي خاصه تفرض حاجه للاهلي الناس تتكلم عليها. نفس الدوافع او نفس الدواعي او نفس الظروف لما تفرض النهارده الزمالك بيلعب مع طلائع الجيش، هي مباراه طلائع الجيش، الملعب الطبيعي لطلائع الجيش جهاز الرياضه العسكري في القاهره اللي بيلعب عليه كل ماتشاته. طيب الدواعي الخاصة بالمباراة والمسابقة اقتضت انه الزمالك يروح يلاعب طلائع الجيش في السويس، مش في جهاز الرياضة العسكري. ما حدش يتكلم، هيبدأوا يتكلموا في إثارة الإسماعيلي ضد الأهلي، ليه الأهلي ما بيروحش يلعب الإسماعيلي في الإسماعيلية؟ يا مولانا، ما هو الإسماعيلي ما بيجيش يلعب الأهلي في القاهرة، وهذه الدواعي وهذه الظروف اقتضت انه الأهلي والمصري والمصري والأهلي والأهلي والإسماعيلي والإسماعيلي والأهلي بره القاهرة وبره خط القناة. يوم الخميس المباراة في استاد الماكس، انه يتم الشحن بقى
والتحريض على انه ليه الاهلي ما يروحش الاسماعيلي. طيب لما تلاقوا الاسماعيلي يجي يلعب الاهلي في الدور الثاني في القاهره ابقوا اتكلموا. لكنه زي ما قلت لك نفس الدواعي ونفس الظروف خلت الزمالك يلعب مع طلائع الجيش النهارده في السويس مش في جهاز الرياضه العسكري. فخليكم فاكرين قبل ما نمارس هذا التحريض اللي واضح جدا الحقيقه. مباراه الخميس هي في الاسبوع التاسع بينهم خمس نقاط، الاهلي 18 والاسماعيلي 13، لكن ايا كان الفارق هي مباراه دايما وابدا فيها كل معطيات المتعه والاثاره والنديه والتكافؤ. من اللقاءات التاريخيه الكبيره اللي بتسجلها اوراق المسابقه في تاريخها، الاهلي فاز على الاسماعيلي موسم 57 59 8-0، سجل كابتن صالح سليم لوحده 7 زي ما قلنا لكم. الاسماعيلي فاز على الاهلي 4-3 في موسم 2000 او 99 2000. واحده من المباريات برضه اللي تخلى عن 4-4. بالظبط. تقدم الاسماعيلي 3-0 وتعادل الاهلي 3-3 في الاسماعيليه. ايوه. وبركات جاب الجون الرابع. الاهلي فاز على الاسماعيلي. كان ضدنا بقى ساعتها. الاهلي فاز على الاسماعيلي 6-0 مرتين. في الاسماعيليه موسم 96 97 وموسم 2004 2005. الاهلي فاز على الاسماعيلي 4-0 في الاسماعيليه موسم 2005 2006. الاسماعيلي فاز على الاهلي في استاد القاهره 3-0 موسم 2006 2007. كنا راجعين بطولة العالم في اليابان. ايوه. الاهلي فاز على الاسماعيلي 4-3 في المباراه الفاصله لموسم 93 94. اللي في اسكندريه. بالظبط. وتعادلوا 4-4 في المباراة المثيرة. يعني ده ماتشاتهم دايما بتبقى 2002. يعني غزارة في الأهداف ومتعة الحقيقة. الإسماعيلي استغنى على عن مدربه الصربي وأسند المهمة مؤقتا حاليا للكابتن أدم السلحدار. ودايما وأبدا المدرب الوطني في مثل هذه الظروف الانتقالية بيبقى عنده دوافع، حافظ الفرقة بشكل كويس. لا هو الحقيقة يعني بيقدر يعدهم بشكل كويس، بيريح لعيبه كتيره وحقق مكسب الضغط ماتشين ورا بعض، وبصمته وضحت لدرجه انه اداره النادي ما استعجلتش في البحث عن مدرب جديد انتظارا ل لو عايز رايي. الاسماعيلي عنده خصوصيه غير فرق الدوري، يعني المدربين الاجانب يعني المدربين المصريين فاهمين طابع اللعب الاسماعيلي اكتر. ايوه. ونبض الشارع الاسماعيلي اكتر. فبينجح معاه. ايوه.